العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن، وفيه ترامب يقول إنه ألغى ضربة على 3 مواقع مختلفة في إيران قبل 10 دقائق من وقوعها. والخارجية الإيرانية تؤكد: سنرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع المستميت. التحالف السعودي والإماراتي يقصف مواقع في الحديدة غربي اليمن للمرة الأولى منذ اتفاق السويد. تواصل المظاهرات في السودان مع اقتراب موعد إعلان المجلس العسكري حكومة تكنوقراط وتعثر الوساطات الإقليمية. مظاهرات متواصلة في الجزائر للأسبوع 18 على التوالي، ومجموعة جديدة من رجال بوتفليقة أمام القضاء. أهلا بكم. قال دونالد ترامب إنه ألغى ضربة على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق فقط من وقوعها. الرئيس الأمريكي أكد في سلسلة تغريدات على موقع تويتر أنه قرر إلغاء الرد العسكري بعد إبلاغه بأن 150 شخصا سيلقون حتفهم في العملية. وجاءت توضيحات ترامب هذه بعد أقل من ساعة من تصريحات لمسؤولين إيرانيين كشفوا فيها أن طهران لم تقم بإسقاط طائرة تجسس ثانية كانت تتبع طائرة الجلوبال هوك، لأنها كانت تحمل 35 شخصا. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن واشنطن طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران الاثنين المقبل. وأيضا ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى الرئيس الإيراني عبر وساطة من سلطنة عمان تدعو طهران إلى الحوار، لكن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي الإيراني نفى ذلك. عرض التلفزيون الرسمي الإيراني صورا لحطام الطائرة الإيرانية المسيرة. واستدعت الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران الذي يرعى مصالح واشنطن لإبلاغه احتجاج السلطات الإيرانية على ما وصفته بالاعتداء على مجالها السيادي. هكذا استعرضت طهران إنجازها العسكري أمام أمريكا، والذي انتهى بحسم جولة لصالحها بالكامل كما يقال هنا. فما تعكسه الصور هذه؟ أشلاء حديدية لجابل هولك الأمريكية، الطائرة المسيرة الأغلى والأكثر تطورا في العالم. وهنا يكشف قادة الحرس عن بقية الرواية الإيرانية وعن أحداث لا تقل أهمية عن عملية إسقاط الطائرة. كان هناك طائرة تجسس أمريكية من نوع P-8 قرب طائرة جلوبال هوك، لم نستهدفها رغم قدرتنا على ذلك. أيضا أطلقنا طلقات تحذيرية قرب طائرة MQ-9 الأمريكية عند اقترابها وبعد توجيه إنذارات عدة لها، لكن يبدو أن الأمريكيين لا يريدون العمل وفق القوانين الدولية. لم تكتفي إيران بكشف خيوط ملابسات الحادث فحسب، فاتجهت نحو تدويل الاختراق الأمريكي لأجوائها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى. كان واضحا بأن المواقف الأمريكية كانت متناقضة مع نفسها في الساعة الأولى للحادث، وبعيدا عن الحادثة الأخيرة، فإن أمريكا لطالما حاولت اختراق سيادة أجوائنا، لذلك ما تقوم به الدبلوماسية الإيرانية على الصعيد الدولي هو الطريق الأنجح. وبالتزامن مع لهيب الأحداث تأتي زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو إلى إصفهان الإيرانية، الزيارة التي التقى خلالها المسؤول التركي بنظيره الإيراني كانت فرصة لصياغة علاقات استراتيجية بين البلدين حسب ظريف. ويبدو أنها لم تبتعد عن التطورات الجارية في ظل إدراك الجارين لحاجتهما لبعضهما البعض في الظرف الراهن. طهران تعتبر تركيا بابا مفضلة للالتفاف على العقوبات، في المقابل يصعب على أنقرة إيجاد بديل للطاقة الإيرانية. يقال هنا إذا ما كان الجلوس إلى طاولة الحوار مع واشنطن ترامب تحت مظلة الضغوطات الاقتصادية مستبعدا، فإنه بات اليوم وسط التهديد والوعيد شبه مستحيل. يقال هنا أيضا أننا لا نريد اللعب على حافة الهاوية، لكننا نجيده
إن اقتضت الضرورة. ياسر مسعود، العربي، طهران. وأجمعت ردود الفعل الدولية على ضرورة تجنب التصعيد. نعم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا مختلف الأطراف إلى التحلي بأعصاب من حديد. ومن جهتها قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن التصعيد لن يصب في مصلحة أي طرف، مؤكدة مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة وبقية الشركاء. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فأكدت تأييد بلادها المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى حل سياسي. فيما قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يوصي بشيء واحد فقط، وهو التحلي بأعصاب من حديد. تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة الماضية، وهذا التصاعد سببه إسقاط طائرة الجلوبال هوك فوق مضيق هرمز. هذه طائرة نضال تتمتع بقدرات عالية وتعد من أحدث طائرات الاستطلاع الأمريكية. نتعرف على مزيد من التفاصيل عنها في التقرير التالي. تتباين الروايتان الأمريكية والإيرانية عن إسقاط طائرة مسيرة من الطراز جلوبال هوك في منطقة الخليج العربي. القيادة المركزية للجيش الأمريكي أكدت أن الطائرة لم تدخل المجال الجوي الإيراني، وأنها كانت تحلق فوق المياه الدولية في مهمة روتينية. أما الرواية الإيرانية فقد ذهبت إلى أن الرادارات التابعة للدفاعات الجوية الإيرانية رصدت الطائرة داخل المجال الجوي لأراضيها، فتم إسقاطها بصاروخ من نوع أرض جو. ومن الجدير بالذكر أن الطائرة جلوبال هوك هي واحدة من أحدث سلسلة طائرات الاستطلاع والتجسس التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في مهام جمع المعلومات والخرائط الأرضية، ولديها القدرة على التحليق على ارتفاعات عالية. هذا ويتمركز سرب من طائرات جلوبال هوك في قاعدة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخذ من القاعدة منطلقا للقيام بمهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية عن شمالي إفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. يبلغ سعر الطائرة نحو 130 مليون دولار، وهي مجهزة بالعديد من أنظمة التشويش الإلكتروني على الدفاعات المعادية، وهي إحدى الحجج التي ساقتها طهران لإسقاط الطائرة. كما تحمل الطائرة رادارا متطورا وكاميرا رقمية ضوئية شديدة الدقة ومستشعرا للأشعة تحت الحمراء، ما يمكنها من اكتشاف حتى الأجسام التي لا يتجاوز طولها 30 سنتيمترا من ارتفاع يقارب 20 كيلومترا. وتنضم إلينا مراسلتنا من واشنطن ريما أبو حمدية، ومن طهران حازم كلاس، وعبر الهاتف مراسلنا نبيل أبي صعب من نيويورك. وأبدأ معك ريما. ريما، هل هناك ما يشير إلى سياق وخلفيات تراجع ترامب؟ أسأل هنا عن مواقف أركان الإدارة الأمريكية بشكل أساسي وصقورها، هل تسرب أي شيء في هذا الشأن؟ يعني وفق ما تناقلته صحيفة نيويورك تايمز، وهي أول من نقلت خبر تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة لطهران، كان هناك معسكران داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض. معسكر يقول للرئيس الأمريكي يجب توجيه ضربة لإيران. هذا المعسكر يقف فيه وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي جون بولتون، وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية CIA في الولايات المتحدة. في الجانب الآخر كان هناك قادة آخرون عسكريون كما نقلت الصحافة وكما تناقل بعض الخبراء العسكريين، الذين حذروا من تبعات توجيه ضربة لإيران على كافة الأصعدة، ليس فقط على صعيد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. أيضا القادة الديمقراطيون الذين قالوا للرئيس الأمريكي لا يمكن اتخاذ أي عمل عسكري دون الحصول على تفويض من قبل الكونغرس الأمريكي. هناك كان كثير من التكهنات البارحة فيما إذا كان الرئيس في المقابل الذين طالبوا أيضا أمس برد محسوب على إيران.
بالفعل هناك الجمهوريون الذين يطالبون الرئيس الأمريكي باتخاذ موقف مشدد من طهران، البعض يؤيد توجيه ضربة إلى إيران، ولكن هذه أصوات قليلة في البيت، قليلة في الولايات المتحدة. نعم تطالب بتجديد العقوبات، باتخاذ مواقف أكثر شدة، أكثر حدة اتجاه إيران، ولكن هذا لا يعني الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران. واستمعنا إلى بعض الأصوات الجمهورية في الكونغرس الأمريكي التي أثنت على موقف ترامب وقالت إن خطوات الرئيس الأمريكي كانت موزونة حتى هذه اللحظة. لا يعني هذا أن بعضهم لا يريد توجيه ضربة إلى إيران، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي استمع في نهاية المطاف إلى أولئك الذين لا يؤيدون مثل هذه الضربات لأسباب عديدة، منها أن الرئيس الأمريكي نفسه لا يؤيد توجيه ضربات أو لا يؤيد الدخول في مواجهات عسكرية، بل دخل البيت الأبيض لأنه يريد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بشكل كامل. هذه سنة انتخابات، الرئيس الأمريكي يحسب بشكل كبير كل خطوة عسكرية يمكن أن يتخذها في هذه الفترة. هذا التراجع، تراجع ترامب عن توجيه ضربة حازم كلاس إلى طهران، هل تميل طهران إلى اعتباره على أنه انتصار لها أم ربما تعقل أمريكي؟ في الواقع يعني يمكن القول أن ما حدث منذ 48 ساعة الماضية إلى هذه اللحظة هو أشبه ب يعني رسم لحدود المواجهة بشكل أو بآخر بين طهران وواشنطن في ظل هذا التوتر المتصاعد وهذا التحشيد العسكري الأمريكي وهذا الوضع الإيراني الذي يقول أن يدنا على الزناد للتصدي لأي اعتداء. كل هذا يعني ما حصل من تراجع وما حصل من كشف إيراني عن حطام للطائرة، كل هذا يعطي إشارات أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية أرادتا أن ترسما حدود هذه المواجهة بشكل أو بآخر كي لا تؤدي إلى انزلاق ما نحو حرب شاملة أو مواجهة شاملة قد لا يمكن ضبطها حينها. في الحقيقة حازم هناك من يتحدث عن وساطات بخطوات، مثلا المبعوث الأمريكي برايان هوك إلى إيران قال إن الضغوط على إيران تؤتي ثمارها الآن، هل لديك معلومات عما يكون قد حدث فعلا في الكواليس لوقف هذه الضربة؟ يعني كنت سأقول في هذا الصدد أن إيران قابلت الخطوات الأمريكية بخطوات من طرفها أيضا، يعني عندما قال الرئيس ترامب بأنه لم يوجه الضربة لأنه لا يريد استهداف 150 شخصا أو مقتل 150 شخصا، إيران بالمقابل كشفت عن أنها لم تستهدف طائرة تجسس أمريكية كانت متواجدة في المنطقة وعلى متنها 35 شخصا كما ذكرتي. هي خطوة مقابل خطوة. أما فيما يتعلق بالوساطات فإيران تحاول أيضا أن ترسم حدود هذه المواجهة في الإطار الذي تريده هي. إيران عندما ينفي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهو مجلس معني بشكل أساسي برسم السياسات العامة في إيران على كافة الصعد سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات، عندما يقول أن إيران لم تتلقى هكذا رسالة كما نقلت وسائل إعلام غربية أن واشنطن أو الإدارة الأمريكية وجهت رسالة عبر عمان، فإيران تريد من خلال ذلك التأكيد أنها تريد على يعني رسم هذه المواجهة في الإطار الذي تريده. وعندما يقول مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه لابد من إزالة العقوبات إذا كانت واشنطن لا تريد الحرب، فهذا يعني أن إيران مستعدة للحرب وأنها وإن كانت لا تريدها ولكنها تقول للآخر أنها إن فرضت عليها فستفرضها على الجميع أيضا وسيكون الخاسر الوحيد ليس طهران وإنما الجميع ربما. طيب حازم، دعنا ننتقل إلى نبيل أبي صعب من نيويورك. نبيل، الأمم المتحدة تحذر من التصعيد وأيضا تتلقى رسالة شكوى من الإيرانيين عن الاستفزاز الأمريكي، هل هذا كل شيء أم أن هناك شيء غير واضح في جهد المنظمة الأممية لنزع فتيل التوتر؟ نعم، في الواقع هذا هو سؤالنا اليومي لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، والإجابة الدائمة أن الأمم المتحدة منخرطة على مستويات عدة
في اتصالات للتهدئة ومساعي سحب فتيل التوتر، ولكن دون الكشف عن تفاصيل في هذا الإطار. طبعا الأمم المتحدة تبقى يعني أكبر متلقٍ للمواقف من كل الأطراف، إذ أن الدول تسعى عادة وبشكل دائم لتوثيق مواقفها والرواية التي تريد ترويجها حول أي حادث في الأمم المتحدة كمرجعية دولية. وهذا ما حصل بالنسبة إلى إيران التي أرسلت رسالة يوم أمس أشارت فيها إلى أنها وجهت تحذيرات إلى الطائرة قبل أن تسقطها داخل الأجواء الإقليمية الإيرانية. سألنا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا التفصيل، وما إذا كان للأمم المتحدة أن تؤكد أو تنفي أن الموقع الذي تم إسقاط فيه الطائرة هو بالفعل داخل الأجواء الإيرانية أم خارجها. ستيفان دوجاريك وهو المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش قال إن الأمم المتحدة ليس لديها الوسائل ولا القدرة لتحديد مثل هذه المعطيات الجغرافية. أيضا في الأمم المتحدة الولايات المتحدة وجهت دعوة اليوم لأعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على معلومات لديها حول هذا الحادث، ولكن من ضمن أجواء التهدئة الاجتماع لن يكون عاجلا ولا طارئا اليوم أو غدا أو بعد غد، بل يوم الاثنين. وهذا أيضا مؤشر آخر على أن التوتر قد يعني تحول إلى روية من الجانبين وبما في ذلك الولايات المتحدة. نعم. إذن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الاثنين بطلب أمريكي، بحيث ستطلع الولايات المتحدة مجلس الأمن على المعلومات التي لديها حول الحادث. من غير الواضح حتى الآن من هي الشخصية الأمريكية التي ستمثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع. نعم. إذ كان هناك توقعات سابقة أن جون بولتون مستشار الأمن القومي قد يأتي إلى نيويورك في وقت ما الشهر الحالي، حتى الآن لم يعلن اسم الممثل الأمريكي في الاجتماع. نعم. المنتظر يوم الاثنين. شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب من نيويورك، وشكر موصول أيضا لكل من ريما أبو حمدية في واشنطن وحازم كلاس في طهران. نتابع معكم بعد الفاصل. مظاهرات متواصلة في السودان في انتظار نتائج مباحثات أديس أبابا. أهلا بكم من جديد. قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات إنه نفذ عملية استهداف وصفها بالنوعية لزوارق مفخخة للحوثيين في محافظة الحديدة غربية اليمن. ويعد هذا الهجوم على الحديدة هو الأول من نوعه منذ اتفاق السويد نهاية العام الماضي، والذي ينص على التهدئة في هذه المحافظة. لكن متحدثا باسم الحوثيين قال إن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن 3 غارات على مزرعة لأحد المدنيين، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها. واستنكر المتحدث الحوثي ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة لاتفاق السويد. خاب ظن السلام بالأطراف المتصارعة في اليمن، وعادت رحى الحرب تطحن الجميع بدون استثناء. أعنف المعارك اندلعت بين الحوثيين وقوات هادي بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بالقرب من سوق الحلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن، خلفت قتلى وجرحى. طائرات التحالف السعودي الإماراتي نفذت 3 غارات شمال الحديدة بذريعة إحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل جماعة الحوثي باستخدام قوارب مفخخة، وهي المرة الأولى التي يشن فيها التحالف غاراته على محافظة الحديدة منذ اتفاق السويد في ديسمبر كانون الأول الماضي، ما اعتبره الحوثيون خرقا جديدا للاتفاق. أعتقد بأن اتفاق السويد الذي حصل مسبقا بين طرفي الصراع في اليمن، أعتقد بأنه انتهى تماما، خصوصا مع التحركات العسكرية والاشتباكات والقصف المتبادل خلال الأيام الماضية والذي ما زال مستمرا حتى اليوم. رصيد أهداف الحوثيين يواصل إحراز تقدمه. عمليتان نفذهما هذه المرة لاستهداف مرابيض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في مطار جيزان بعدد من طائرات كاف 2 القاصفة،
في زمن قصير لا يتعدى الساعات، عمليات تحمل رسائل عسكرية وسياسية في آن واحد. وينضم إلينا من اسطنبول عادل المثني الكاتب السياسي اليمني. سيد المثني، بداية كيف تقرأ هذا الخرق لاتفاق السويد منذ أكثر من 7 أشهر الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المملكة العربية السعودية تتعرض لأذى متواصل من قبل العمليات النوعية التي يضرب بها يستهدف بها الحوثيين العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، وإصابات يعني أماكن حيوية في المملكة العربية السعودية، بما شكل يعني منعطف جديد في تاريخ وخطير في تاريخ الحرب مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي المملكة العربية السعودية يعني في ورطة حقيقية أمام تراجع يعني عملياتها العسكرية في اليمن وتقدم الميليشيا الحوثية في عمقها، وهذا يفسر فتح جبل وتنشط جبهة الحديدة، لأن المملكة العربية السعودية أعتقد في هذا المنحة أرادت أن تبعث عدة رسائل. رسالة للمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين بأن مشاورات السلام الآن يمكن أن تتجاوزها المملكة العربية السعودية وتفتح معركة الحديدة، والرسالة الأخرى أيضا للحوثيين بأن يتوقفوا عن هذا التهور الكبير في العمق السعودي، وإلا ستفتح أيضا معركة الحديدة لما لها أيضا من أهمية لدى الحوثيين. لكن الأمور تسير في اتجاه تصاعد يعني خطير من قبل الحوثيين الذين طوروا منظومة من الأسلحة، بدأت بالطائرات المسيرة والآن أيضا يشبه عن سلاح جديد وصواريخ كروز. إذا كان الحوثيون قادرين على استهداف أماكن حيوية في خاصة في المنطقة الجنوبية في السعودية وحتى غلق المجال الجوي إذا صحت العبارة، كيف تقدم السعودية على مزيد من التصعيد مع الحوثيين؟ هناك من يقرأ العملية على أنها تأتي في إطار اللعبة الإقليمية مع إيران وليس بالضرورة مع الحوثي. ايضا العمليات الحوثيه هي في يعني مرتبطه ايضا بهذا الصراع الاقليمي، وايضا مرتبطه بالتسخين والتصعيد الموجود في الاقليم. اعتقد انه ايران ايضا تريد ان توسع دائره المعارك في الحد الجنوبي للمملكه العربيه السعوديه، وتريد ايضا ان ترسل رساله للمملكه العربيه السعوديه وللامريكان بانها قادره ايضا على ارباك الموقف في الخليج، وهذا واضح ايضا من خلال قلنا العمليات النوعيه التي يعني خرج بها الحوثيين في الايام الاخيره والتي بدأت تقلق أو تشكل قلق كبير للمملكة العربية السعودية، وأصبحت المملكة غير آمنة حتى الرياض وجيزان ونجران وكل مواقع الحيوية الآن مستهدفة من قبل الحوثيين. شكرا جزيلا لك عادل المثني الكاتب السياسي، كنت معنا من اسطنبول. أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان تسلمها الرؤية الإثيوبية لحل الأزمة بين المدنيين والعسكر، وأنها سترد عليها غدا السبت بعد دراستها. الرؤية الإثيوبية بحسب مصادر في قوى الحرية والتغيير ترتكز على تعيين 8 مدنيين و7 عسكريين في مجلس السيادة مع رئاسة بالتناوب. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مقترح الوساطة الإثيوبية ينص على أن تمتد الفترة الانتقالية 3 سنوات. ميدانيا تتواصل المظاهرات الليلية في الخرطوم في انتظار إعلان مرتقب للمجلس العسكري يفيد بتكوين حكومة تكنوقراط. وكان نائب رئيس المجلس العسكري حميتي قد لوح في خطاب أمس إلى أن فرضية تكوين حكومة مستقلين خلال اليومين القادمين واردة ما لم يتم استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير. وينضم إلينا من الخرطوم عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة. سيد عبد الرحمن، كيف تتوقع الآن ردود فعل الطرفين قوى الحرية والتغيير وأيضا المجلس العسكري على الرؤية الأثيوبية التي تقول ب3 سنوات مدة انتقالية وأيضا تعيين 8 مدنيين و7 عسكريين في مجلس السيادة بالتناوب؟ مساء النور معذرة، أنا لم أعد رئيس تحرير للصيحة، أنا كاتب صحفي ومحلل سياسي. بالإشارة لسؤالكم حول المقترح الأثيوبي 8 مدنيين و7 عسكريين وأن تكون رئاسة دورية ومدة الانتقال 3 سنوات،
من قبل تم الاتفاق على مدة الانتقال 3 سنوات، تم الاتفاق على مجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، تم الاتفاق على مجلس تشريع تكون فيه نسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و 33% للقوى الأخرى. وقع الخلاف في عضوية تشكيل مجلس السيادة ومن يرأسه. هذا المقترح حتى على موضوع الفترة الانتقالية لم تكن 3 سنوات، كان هناك خلاف عليها سيد عبد الرحمن. لا، تم في البداية كانت قوى الحرية والتغيير تقترح 4 سنوات، وكان المجلس العسكري يقترح 2، تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقال 3 سنوات، هذا متفق عليه ليس فيه خلاف. طب ماذا عن مجلس السيادة الآن؟ كان مجلس السيادة المقترح الذي تطرحه الوساطة الأثيوبية ليس جديدا، من قبل كان مطروحا في الساحة السياسية السودانية أن تكون الغلبة للمدنيين وأن تكون الرئاسة الدورية، لكن المجلس العسكري كان متمسكا بأن تكون القلب للعسكريين وأن تكون كذلك الرئاسة للعسكريين. فيما يتصل بأن حكومة المجلس العسكري ربما يقدم على تكوين حكومة تكنوقراط حال أنه لم يستأنف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، هذا الأمر يبدو صعبا وغير ممكن وغير عملي ولا يمكن تطبيقه ولا يمكن حتى القبول به. تعلمين أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي كان قد أعلن منذ 23 يونيو من رمضان الفائت عن إلقاء كل الاتفاقات السابقة وعن كذلك وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وأنهم ماضون إلى انتخابات مبكرة وأنهم سيشكلون حكومة مهام. منذ ذلك التاريخ عجزوا عن أن يعلنوا حكومة المهام هذه، أدركوا تماما أن الأرض إنما تمتلكها قوى الحرية والتغيير وأنه ليس بالوسع إشاحة الوجه عن قوى الحرية والتغيير والتوجه إلى قوى أخرى لتشكيل حكومة. ولكن ماذا عن نية حميدت الآن تشكيل حكومة تكنوقراط والذهاب إلى انتخابات خلال سنة؟ ألا تجد أن هذا الكلام يمكن أن يقطع جهود الوساطة الإثيوبية الحادثة الآن؟ تعلمين أنا قلت لك من الناحية العملية غير ممكن التوجه نحو قوى أخرى لتشكيل حكومة مهام. واضح جدا أنه منذ أن نعلن عن ذلك في 3 يونيو الماضي وحتى اليوم لم تتمكن الحكومة من المضي في هذه الخطوة. هذه واحدة. الحديث عن انتخابات مبكرة غير ممكن حتى من الناحية العملية. أنت تعلمين أن الانتخابات هذه تحتاج إلى ترتيبات وإلى تحضيرات وإلى تكوين مفوضية انتقالية متفق عليها وإلى قانون انتخابات متفق عليه وإلى إجراء إحصاء وإلى تعداد سكاني وإلى توزيع دوائر جغرافية وإلى إتاحة الفرصة للقوى السياسية لعقد منتدياتها وللدعوة والاحتشاد لعضويتها. كل هذا غير ممكن الآن في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يشهده السودان. طيب شكرا جزيلا لك عبد الرحمن الأمين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نتابعوا معكم بعد الفاصل. وصول مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية في موريتانيا غدا. في إدلب غارات جوية تحصد أرواح المدنيين في إدلب وحما وحلب لترتفع الفاتورة البشرية يوما بعد يوم دون إيجاد حل للهجمة التي تشنها قوات النظام السوري. الغارات استهدفت مدن كفر زيتا واللطامنة ومحيطهما ومناطق عدة أخرى في ريف إدلب. كما استهدفت طائرات النظام منطقة ريف المهندسين ومحيط الأتارب في ريف حلب الغربي. لا تغادر الأجواء وأصواتها تعلو فوق كل صوت وترمي حممها على رؤوس المدنيين العزل مدمرة كل ما تحتها وقاضية على كل أنواع الحياة. قام اليوم النظام المجرم بقصف المناطق المحررة من الجنوب إلى الشمال واستهدف منها معارض حرمة الشيخ مصطفى ريف مهندسين عيسو. هناك عدد من الإصابات والشهداء قمنا بإسعافهم إلى النقاط الطبية. يهرول المسعفون بحثا عن ناجين في المكان محاولين إيجاد من بات تحت تلك الحجارة جريحا كان أو مفارقا الحياة. ريف المهندسين في حلب وسرمين والأتارب تنضم لقائمة المناطق المستهدفة
فالغارات لا تزال مستمرة على ريفي إدلب وحما، تزهق أرواح العشرات يوميا وتصيب المئات، تقضي على حياتهم وتفرق شمل الأسرة الواحدة. أما الذكريات فبقيت تحت أنقاض تلك المنازل ودفنت يوم دفن أصحابها. يستمر القتل ويستمر الإجرام، وينتظر السوريون الاجتماع تلو الاجتماع، على الدول الضامنة تجد حلا لمعضلتهم. خالد الدبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. ومع استمرار الحملة العسكرية لقوات نظام الأسد على ريفي إدلب وحماة، تستمر التعزيزات العسكرية من جميع الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة السورية إلى خطوط المواجهة مع قوات النظام وحلفائه. ورغم القصف العنيف للطائرات الروسية الذي استهدف المناطق المدنية للمعارضة، فقد رفض مقاتلو المعارضة أي هدنة مع القوات الروسية ونظام بشار الأسد. لم تفلح روسيا هذه المرة بإيقاف المعارك الدائرة بريف حماة بين مقاتلي المعارضة السورية ونظام الأسد كما كانت تفعل سابقا، وذلك بسبب رفض مقاتلي المعارضة لذلك واتخاذهم قرارا باستكمال المعارك معتمدين على إمكانياتهم الذاتية وعلى التعزيزات الجديدة التي وصلت من جميع الفصائل في الشمال السوري. في ظل الحملة الشرسة التي قامت فيها قوات أسد الطائفية على ريفي حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، قمنا باستخدام السلاح النووي من مدافع ودبابات وراجمات صواريخ إلى هذه الجبهات، قادرين على تسكير هذه المحاور بالعناصر الموجودة حاليا، وقادرين على شن أي هجوم عسكري واسع على أي محور كان. لا يمكن أن يرتدع هذا العدو إلا إذا وقفنا يد واحدة. التعزيزات العسكرية زادت من عزيمة قوات المعارضة السورية وتصميمها على متابعة المعارك عن طريق تغيير استراتيجيتها فيها. في الآونة الأخيرة قمنا بالتصدي لعدة محاولات تقدم لميليشيا أسد الطائفية المدعومة من قبل الاحتلال الروسي، وبالرغم من استخدام هذه الميليشيا لأعتى أنواع الأسلحة والمحرمة دوليا، وقد انتقلنا من تكتيك الدفاع إلى تكتيك الهجوم، وقمنا بالسيطرة على عدة نقاط استراتيجية في ريف حماة مثل الجبين وتلملح، وبإذن الله من هذه النقاط التي سيطرنا عليها سنقوم بالتطوير والهجوم على مواقع أخرى والسيطرة عليها بإذن الله. الصمود الذي أحرزته قوات المعارضة والدعم النفسي الكبير مع وصول مزيد من التعزيزات كان وراء رفض الهدن الروسية المقترحة والتصميم على استعادة جميع الأراضي التي خسرتها، لا بل ومحاولة التقدم أكثر. رص الصفوف وتوحيد اتجاه البنادق مع وصول التعزيزات العسكرية غيرت كلها نتائج المعارك على الأرض، وأحرجت روسيا وقوات نظام الأسد التي بدأ طيرانها بارتكاب المجازر في المناطق المدنية البعيدة عن خطوط المواجهة في رد انتقامي على خسائرها المتوالية. قحط مصطفى، العربي، شمال حماة. ومن إدلب ينضم إلينا مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، يبدو أن المعارضة تتجهز لمواجهة قوات النظام رغم كل القصف، ضعنا في الصورة. نعم نضال، قوة المعارضة تتجهز اليوم لمعركة تقول أنها قد تكون معركة فاصلة، فقوات النظام بحسب المعلومات الواردة، وطبعا المعلومات حصلنا عليها من فصائل المعارضة، أن قوات النظام بدأت بسحب قواتها من منطقة الكبينة التي بقيت لعدة أشهر تحاول اقتحامها وفشلت في هذا الاقتحام، قامت بسحب هذه القوات باتجاه منطقة ريف حماة الشمالي. قوات النظام تريد استعادة منطقتي تلملح والجبين بداية، ثم الاستمرار في الحملة العسكرية باتجاه محافظة إدلب وباقي محافظة حماة. يوميا هناك اشتباكات عنيفة وعشرات القتلى من قوات النظام وأيضا من فصائل المعارضة جراء هذه الاشتباكات. هذه الاشتباكات تعد هي الاشتباكات الأعنف في تاريخ الثورة السورية منذ العام 2011 ومنذ بداية تشكيل الفصائل المسلحة والحرب ضد قوات النظام. هذه الاشتباكات تعد الأعنف وتعد الأكبر تكلفة بشرية من الطرفين أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي مراسلنا من ريف إدلب. في
موريتانيا دخل الصمت الانتخابي حيز التطبيق في انتظار انتخابات رئاسية غير مسبوقة لم يترشح فيها الرئيس الحالي. الرئيس ولد عبد العزيز استبق الصمت الانتخابي بمؤتمر صحفي هاجم فيه مرشحي المعارضة ودعا للتصويت لمرشح النظام الحالي محمد ولد الغزواني. تصريحات الرئيس المنتهية ولايته أثارت استياء واسعا لدى المعارضة الموريتانية بجميع أطيافها. وينضم إلينا من نواكشوط عبد الله ولد سيدية. عبد الله، بدأ الصمت الانتخابي ولكنه لا يشملك بالطبع، تفضل قدم لنا صورة عن أجواء الانتخابات في موريتانيا. بالفعل فراح الصمت الانتخابي يسري في نواكشوط، المدينة الهادئة التي تعيش على أعصابها في انتظار ساعات حاسمة واقتراع مفصلي، اقتراع 22 من حزيران يونيو الذي لن يترشح له على غير العادة الرئيس الموريتاني الحالي محمد عبد العزيز، والذي كان آخر من كسر الصمت الانتخابي قبل ساعتين تحديدا من دخول هذا الصمت حيز التنفيذ بخرجة إعلامية غير متوقعة قال فيها الكثير والكثير عن رفيق دربه ورفيق سلاحه المرشح الحالي محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، وقال أيضا عن خصومه من المعارضة وكال لهم التهم. هذه الانتخابات فرح هي تضع إشكال لوجستي، لأن موريتانيا هي غول جغرافي، 1,070,000 كيلومتر مربع، ثلثيها تقريبا صحراء، حوالي 3,400 و500 مركز اقتراع منتشرة على الخارطة الموريتانية الطويلة والعريضة، وإيصال مكاتب الاقتراع وبطاقات التصويت وأعضاء المكاتب إلى أماكنهم قبل ساعة الصفر هو تحدي كبير تحاول الإدارة المحلية هنا أن تصل إليه حتى قبل الوصول إلى حديث الشفافية وإمكانية إجراء انتخابات نزيهة. المراقبون بجميع أطيافهم موجودون، هناك مراقبون محليون تابعون لهيئات المجتمع المدني، التقيناهم اليوم وكانوا مفعمين بقدر كبير من الحماس، ربما لا يعكس حقيقة ما سيحدث. هناك مراقبون تابعون للاتحاد الإفريقي ولمعهد الديمقراطي الأمريكي NDI وأيضا للاتحاد الأوروبي. هؤلاء تحديدا لم يكونوا على الرحب والسعة، حيث رفضت الحكومة الموريتانية استقبالهم، لكنهم جاءوا فرح ولم يعبأوا بذلك. عموما ساعات قبل التصويت وأجواء استعدادات الموريتانيين للتصويت نجملها في هذا التقرير. خيام تطوى وصور تزال إذانا بانتهاء حملة انتخابية صاخبة عاشتها موريتانيا لنحو أسبوعين. يفرض القانون على جميع المتنافسين صمتا انتخابيا في انتظار اقتراع رئاسي حاسم في تاريخ هذه البلاد. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز استبق هذا الصمت بخرجة إعلامية مفاجئة حمل فيها بشدة على مرشحي المعارضة، داعيا للتصويت لخليفته ورفيق سلاحه وزير الدفاع السابق. يتكلم عن موضوع، عن أمور كان يتلقى الأوامر فيها، وهذا مرجع لبعض الواحد من المترشحين اللي خدم للبلد 37 سنة ولا ذكر منها ما هو 18 شهر ولا 19 شهر اللي كان يشتغل مع لجنة، كان عامل للجنة العسكرية. على الطرف الآخر لم يتأخر الرد، حيث وصفت المعارضة تصريحات الرئيس بمحاولة اللعب في الوقت بدل الضائع. خرجة الرئيس محمد عبد العزيز الذي نعتبره المدير الفعلية لحملته للغزواني هي بمثابة رخصة الديك المذبوح، وهي بمثابة العشاء الأخير، والرد عليها هو تنهيدة من تنهيدات الديمقراطية، نعتبره إطلاق نار على جثة في ساحة المعركة. لمراقبة سير هذه الانتخابات تجندت عدة منظمات دولية ومحلية تحاول بما يتاح لها أن تكون عينا محايدة ترقب نزاهة وشفافية اقتراع 22 من يونيو حزيران. وزعنا مراقبين على جميع حكم التراب الوطني، عندنا 60 مراقب والله يقوموا مع مهامهم إن شاء الله على أحسن وجه. المرصد عنده منصة تسمح لجميع الموريتانيين أن يشاركوا في مراقبة عن طريق أي مخالفة شافوه. بترقب وقلق ينظر الموريتانيون إلى المستقبل، ويأمل الكثير منهم أن تنعم بلادهم بحكم رشيد بعيدا عن فوضى المحيط العربي. هدوء غادر ذلك الذي يلف العاصمة الموريتانية وهي ترقب اقتراعا تاريخيا حاسما في تاريخ هذه البلاد.
قد يفضي إلى تداول سلمي نادر هنا، وسيأتي لا محالة بساكن جديد لهذا القصر الرمادي. عبد الله والسيدياء، التلفزيون العربي، نواكشوط. للأسبوع 18 على التوالي منذ بداية الحراك في الجزائر تتواصل المظاهرات في عدة محافظات للمطالبة برموز نظام بوتفليقة وملاحقة المتورطين في الفساد المالي والسياسي. مظاهرات هذه الجمعة اتسمت بالتوتر في الشارع الجزائري عقب القرار الذي أعلنه قائد الجيش أحمد قايد صالح بمنع رفع رايات غير العلم الوطني وانطلاق الشرطة في تنفيذ التعليمات بشأنه. وقالت وسائل أعلام محلية جزائرية أن الشرطة أوقفت عددا من المتظاهرين. شوارع العاصمة الجزائرية شهدت حضورا أمنيا بارزا، كما استمرت السلطات في إغلاق ساحة البريد المركزي والنفق الجامعي لمنع المتظاهرين من التجمهر بين ساحتي البريد وأدان. وبالتزامن مع ذلك قالت الإذاعة الرسمية إن محكمة جزائرية أمرت بحبس رجل أعمال بارز وعدد من المسؤولين في البنك الوطني ووزارة الصناعة. الإذاعة الجزائرية ذكرت أيضا أن المحكمة أحالت ملف التحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيا ووزيري الصناعة السابقين إلى النائب العام لمواصلة التحقيق معهم لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني. عرب أمازيغ وحدة موحدة، شعار عنوان الأسبوع 18 من عمر الحراك في الجزائر. أصوات المتظاهرين في المسيرات دوت في سماء ساحة البريد المركزي والساحات الرئيسية براية الوحدة الوطنية في رسالة للتعبير عن تماسك الشعب بمختلف أطيافه. ضمان انتخابات نزيهة عن تهيئة لجنة تنظم انتخابات. إلى حد الساعة هذا المطلب لم يتحقق جليا واضحا، ولم يقتنع جمهور وعوم الجزائريين أنهم بإمكانهم العودة إلى بيوتهم آمنين. خطاب قائد الأركان مؤخرا حول حمل الرايات رد عليه المتظاهرون من كل صوب وحدب. كامل الجزائريين احنا خاوة خاوة، سواء قبيلي سوا شاوي سوا ترقي سوا مزابي، احنا كل شاوي، احنا كل جزائري. نحبوا نكونوا متضامنين، ما نحبوش هذا الانقسام. خطراكش كي يكون هذا الانقسام راح نوليو في حوايج ما نحبوش نوصلوا لهم ان شاء الله، وماذا بينا الحراك يكون يبقى سلمي سلمي. المطالب الوطنيه التي تعتبر في التي تتمثل في رحيل الباءات المتبقيه الثلاثه وتشكيل لجنه مستقله لها كل الصلاحيات وبما فيها شخصيات وطنيه للاشراف على العمليه الانتخابيه. المسيرات لم تفقد زخمها بعد مرور 4 أشهر على انطلاقها، ومطالب التغيير لم تحد عن طريقها، وهو ما سيدفع جميع الأطراف في النهاية لحوار وطني ينهي الأزمة التي طال أمدها بحسب المراقبين. الحراك الشعبي في أسبوعه 18 تجاوز كل التوقعات بحدوث الصدامات بين المتظاهرين بعد التصريحات الأخيرة لقائد الأركان، إلا أنه أكد عزم المتظاهرين على وحدة الشعب الجزائري بشعارات عرب قبائل خوا خوا، وأيضا أكدوا على ضرورة استمرار محاسبة كل الفاسدين في أعلى المستويات. صلاح دنقاش، العربي، الجزائر. انضم إلينا من الجزائر فريد بن يحيى الناشط السياسي. سيد بن يحيى، أبرز ما ميز هذا الأسبوع هو تواصل الإيقافات، ولكن في نفس الوقت حديث قايد صالح عن موضوع الرايات، ولعل الجميع فهم أن المقصود منها الرايات الأمازيغية بالذات. هل يدخل ذلك في إطار استراتيجية الجيش أو من يقود هذه المرحلة أو العقل الذي يفكر في إدارة هذه المرحلة في أنه يقول للناس ها أنا أقبض على من تطالبون بهم، وفي نفس الوقت أنتم الذين لستم موحدين وترفعون أكثر من راية وغير راية الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع اليوم 18 بالنسبة للحراك الشعبي الذي نعتبره الآن أنها ثورة وليست حراكا، لأنها تريد تغيير النظام من الجذور. فبالنسبة للسيد قائد الأركان لما يتكلم على العالم، فهناك عالم واحد في الجزائر، لا يوجد عالمين أو ثلاث عالم. إذن فالعالم الجزائري عالم مات عليه أكثر من 1.5 مليون شهيد، عالم الوحدة الوطنية،
أما بالنسبة للشعارات بالنسبة لمنطقة القبائل أو الأمازيغ، ففي الثورة التحريرية كانت المنطقة الثالثة هي منطقة القبائل، وكانوا فيها كثير من شجعان الأبطال لهذه المنطقة، كالعقيد عميروش رحمه الله الذي استشهد مع العقيد سيل حواس، وكذلك محمد الحاج والعقيد أعمران وغيرهم، محمد السعيد وغيرهم من القادة، ولا يوم أرفعوا شعار يعني أو علم بالنسبة لمنطقة القبائل. إذن فهنا القصيد قال الأركان يريد أن يحافظ على الوحدة الوطنية، ونحن مع الوحدة الوطنية لأن الشعب الجزائري يكون موحد، فليس هناك فرق بين عربي وأمازيغي وشاوي وترقي وشرقي وغربي وجنوبي وغيرها. إذن فنريد أن نحافظ على الوحدة الوطنية، ولا نستطيع أن نقبل بهذه التجاوزات، لأنه في أطراف خارجية تريد أن تزرع الفتنة والبلبلة وتريد ضرب بعض المناطق في الجزائر باسم الحرية وباسم الديمقراطية وغيرها. إذن فنحن موحدين، نريد محاربة الفساد، نريد تغيير جذر النظام، نريد بناء جمهورية جديدة، نريد بناء جمهورية ثانية. في المقابل إذا كان هناك احترام من قيادة الجيش للتظاهرات والمتظاهرين، فيما تأتي الإيقافات الأسبوعية كل مرة؟ الإيقافات بالنسبة للحراك أو بالنسبة للفاسدين؟ الحراك، نقصد الشباب المتظاهرين أو المجموعة التي كل أسبوع نسمع أنه يقع القبض على البعض ثم يطلق سراحهم لاحقا، لكن لماذا يوقفون قبل التحرك؟ ربما في بعض، احنا ما عندناش معلومات كثيرة، ربما في بعض الأحيان كانت هناك تجاوزات، كانت عندنا علم تناوش مع بعض الشرطة، أعضاء بالشرطة، وكذلك الشباب تعرف في سن الشباب ربما عندهم هذه الحامية وربما يتجاوزوا الخطوط الحمراء، لكن بالطبع يأخذهم إلى محافظة الشرطة وبعدها يتم إطلاق سراح نتاعهم. إذن فلا يوجد هناك يعني شباب سمعنا بأنهم حكموهم في الحراك لمدة طويلة أو سجنوا حتى اليوم. شكرا جزيلا لك فريد بن يحيى الناشط السياسي، كنت معنا من الجزائر. أكد قادة الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق انفصال بريطانيا على الاتحاد، وذلك بغض النظر عمن سيصبح رئيس الوزراء القادم. وجاء التحذير الأوروبي بتزامن مع اقتراب وزير الخارجية البريطاني الأسبق بوريس جونسون من حسم فوزه بقيادة حزب المحافظين. مايك واز غارانتينج تو جيت اوت باي ذا اند اوف ديسمبر. اثنان لا ثالث لهما، وتصويت بريدي أخير لا اقتراع بعده. بريطانيا تحبس أنفاسها قبل جولة أخيرة في حلبة السباق نحو 10 داونينج ستريت التي تصب كل الترشيحات فيها داخل خانة بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لزعامة بيت المحافظين. وزير الخارجية السابق وأكثر شخصية مثيرة للجدل في بريطانيا بات قاب قوسين من الجلوس على مقعد رئاسة الوزراء الشاغر. زاد عدد الأصوات التي حصل عليها مرة أخرى ليصل إلى 160 صوتا في 5 جولات اقتراعية، أي أكثر من نصف أصوات المحافظين. بوريس جونسون 160. في المنعطف الأخير من السباق، جيريمي هانت وزير الخارجية الحالي الذي تمكن من اقتناص المركز الثاني على حساب وزير البيئة مايكل غوف وبهامش بسيط من الأصوات. 5 دورات انتخابية حملت في طياتها حسابات تكتيكية في طريقة تصويت نواب الحزب الذين ترى أغلبيتهم مفاتيح حل معضلة بريكزيت في يد بوريس جونسون، إلا أن لجيريمي هانت رأي آخر. يبحث نواب المحافظين عن شخص يثقون به لتقديم أفضل نتائج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شخص يثقون في أن يكون رئيس الوزراء، وعندما يبحثون عن كثب سيجدون أن الشخص المناسب هو جيريمي هانت. 160 ألفا من منتسبي الحزب سيقررون على مدى 4 أسابيع هوية زعيمهم المقبل الذي سيحمل حقيبة الوزراء، حقيبة ثقلت بحمل ملف البريكزيت وتعقيداته، تعقيدات زاد من حدتها ثبات موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأي تعديل على الاتفاق السابق.
نتطلع للعمل مع رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل. نريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم. نحن منفتحون للمحادثات عندما يتعلق الأمر بالإعلان حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن اتفاقية الانسحاب ليست مفتوحة لإعادة التفاوض. مرشحان اثنان وفائز واحد، سواء كان جونسون أو هانت، فإن أحدهما سيحمل لا محالة قنبلة بريكزيت الموقوتة ومسؤولية مضاعفة لإنقاذ البلاد من متاهات الخروج القانونية المعقدة وسيناريوهاتها المتشابكة. هشام أيوبي، العربي، لندن. وينضم إلينا مراسلنا في بروكسل لبيب فهمي، ومن لندن هشام ميهوبي. وأبدأ معك لبيب، إذا قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن لا تفاوض على البريكزيت أيا كان رئيس الحكومة البريطانية. من خلال متابعتك لبيب، هل هذا موقف صارم نهائي أم هو ربما محاولة للتأثير على عملية الانتخاب؟ على كل احتمال وصول بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة البريطانية، بوريس جونسون معروفة مواقفه فيما يتعلق بالبريكزيت، كان يتطلب من الاتحاد الأوروبي ردا حازما فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبالتالي ردد الاتحاد الأوروبي الموقف الذي يردده منذ مدة، أي أن المفاوضات انتهت وأن الملف تم إغلاقه، وأن النقطة الوحيدة التي ما زالت على الطاولة ربما لإيجاد حل هي ما يتعلق بالحدود الأيرلندية، وأن ليس هناك تفاوض مرة أخرى حول البريكزيت. بالطبع هذا نوع من الضغط على كما قلت حول للتأثير على الانتخابات الجارية في بريطانيا حاليا، ولكن يبقى أنه موقف أوروبي، لا يوجد هناك حل ثاني أعده الاتحاد الأوروبي لهذه المشكلة أو هذه المسألة. وبالتالي فالاتحاد الأوروبي ما زال يردد ويشدد على أن الكرة موجودة في الجهة البريطانية وعلى بريطانيا أن تجد الحل. لكن الفارق كبير هشام نسبيا لصالح جونسون في سباقه مع هانت، لكن تاريخ بريطانيا لم يسجل حتى الآن تقدم من يتقدم في الانتخابات التمهيدية. هل المفاجأة ممكنة حسب اعتقادك وحسب متابعتك، أم النتيجة شبه محسومة؟ صحيح فرح، كل الاحتمالات واردة في هذا السباق نحو تين داون ستريت بين بوريس جونسون وجيريمي هانت. معسكر المحافظين أو معسكر جيريمي أو معسكر مايكل غوف وزير البيئة قال أن التصويت الذي حصل مؤخرا كان في بعض من التكتيك نحو الدفع ببعض من نواب المحافظين للتصويت لصالح جيريمي هانت، وذلك من أجل وضع مرشح يكون أقل قوة في مواجهة بوريس جونسون. نحن نعلم أيضا أن جيريمي هانت كان قد صوت لصالح بقاء بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجل أعضاء الحزب من المحافظين هم من مؤيدي الخروج أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن ذلك سيرجح كفة بوريس جونسون على الأغلب لتولي رئاسة الحزب والحكومة، ولكن يبقى ذلك في حدود أعضاء الحزب 313. لا زال هناك تصويت آخر لأعضاء الحزب 160 ألف على طول المملكة المتحدة. انتهى التصويت التكتيكي وبدأ الآن فرح ما يسمى بتصويت الإقناع والاقتناع. ستكون الآن ستبدأ الآن معركة جديدة سماها جيريمي هانت بمعركة الحياة بينه وبين بوريس جونسون، وأي منهما من يستطيع إقناع البريطانيين بأن بريطانيا ستخرج بأمان من الاتحاد الأوروبي وسينقذ سفينة البريكزيت فإنه بالتأكيد سيحظى بأغلبية الأصوات وسيتولى مهام حزب المحافظين ورئاسة الحكومة. شكرا جزيلا لك هشام ميهوبي من لندن، والشكر موصول أيضا للبيب فهمي من بروكسل. في الأردن انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة جماهيرية من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان بدعوة من الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والشبابية، وحملت شعار لا للتطبيع وبيع الأوطان. وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة بصفقة القرن وورشة البحر وسط تواجد أمني كثيف.
من عمان ينضم إلينا مراسلنا ليث الجبوري. ليث، كيف سارت هذه المسيرة وما مدى تأثيرها واستقبالها جماهيريا وسياسيا؟ نعم، بالفعل هذه المسيرة وصفت بالحاشدة، حيث شارك فيها الآلاف من الأردنيين، والتي جاءت بدعوة من الحركة الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين الأردن والنقابات الشبابية والحزبية. المسيرة طالبت في البداية أن يكون هناك مقاطعة رسمية لورشة البحرين التي تأتي بدفع وتنسيق أمريكي، والتي يراها كل الأردنيين بمختلف شرائحهم هي عبارة عن يعني موافقة على بنود صفقة القرن التي تأتي لاحقا لربما، خاصة في ظل الضبابية الموقف الرسمي هنا في عمان من أن الأردن سيشارك أم لا. حتى الآن لا توجد رد فعل رسمي من قبل الحكومة الأردنية حول هذا الموضوع. المسيرة سبقتها مسيرات أخرى كلها تطالب بنفس الموضوع، بأن لا يكون هناك مشاركة رسمية للأردن ولا بأي مستوى بالتمثيل لهذه الورشة في البحرين، التي يعني كما قال كثيرون هي عبارة عن تطبيع الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت أيضا بإسقاط صفقة القرن، وطالبت كل الحكومات العربية بأن تقف موقف واحد من هذا الموضوع. وكانت المسيرة يعني تنوي أن تسير بأكثر من شارع في وسط العاصمة عمان، لكن التواجد الأمني الكثيف منع ذلك، فاضطر يعني المشاركون فيها في البقاء في شارع واحد، وهو شارع المسجد الحسين الذي يعتبر أقدم المساجد. لكن الحركة الإسلامية في الأردن قالت إنها ستستمر في هذه الضغوطات من خلال الأحزاب والنقابات المهنية حتى لربما تعدل الحكومة، إن كانت تنوي، خاصة أن الموقف الرسمي يميل إلى المشاركة حتى اللحظة. إن كانت تنوي حتى تعدل الحكومة عن يعني هذا الموقف. لكن أشير في الختام إلى أنه في البداية كانت هناك قراءة للفاتحة، لسورة الفاتحة، على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وكان دعاء جماعي من قبل المشاركين في المسيرة له. شكرا لك ليث الجبوري مراسلنا من عمان. ونختم العربي اليوم كالعادة بقصة من منصتنا أنا العربي. قصة اليوم تسلط الضوء على قرار اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وضع تمثال أنوبيس إله الموت عند المصريين القدماء في استاد القاهرة استعدادا لحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا. العرب اليوم انتهى، ننتقل الآن إلى برنامج للخبر.